قدراتك الكامنة ازدهر قدراتك اللاواعي. هل الإنسان حقا عدو الإنسان نفسه؟ علينا جميعا استنكار هذا المفهوم بشكل كامل، حيث يشعر كل واحد منا بالمثل ويشارك نفس الأفكار. علينا جميعا اتخاذ هذا القرار الصارم بالكامل منذ اليوم. علينا جميعا تغيير هذا الفكر بالكامل، مسح جديد. وبهذا فيمكننا جميعا حدوث تغيير هائل في الحضارة الإنسانية بأكملها. دعونا نستفيد من هذه التكنولوجيا الحديثة في ابتكار الاتصالات، حيث يمكن بمجرد نقرة من الأصبع أن تنتشر بسهولة في العالم كله في مجرد سجل، من حيث الوقت والسرعة والحجم. دعونا جميعا نتحد ونحول أسلحتنا القوية التي ربما حققناها حتى الآن تجاه أخطر عدو الإنسان. مثالا لذلك، لا للحصر، الأمراض التي تهاجمنا بصمت جسديا وذهنيا، بينما الخوف والرهاب والقلق هم حقا جانبنا الآخر من العدو العاطفي الذي يدمرنا جسديا وذهنيا. دعونا جميعا نتذكر أن الإنسان هو حقا أعظم وأقوى وأذكى وأحب مخلوق على الإطلاق. في حين خلقت جميع المخلوقات الأخرى لخدمة الإنسان نفسه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دعونا ندرك ونركز على أنفسنا ونسأل هذا السؤال: هل يوجد إنسان في هذا التاريخ البشري بأكمله الذي عاش بدون عدو أو معارض؟ دعونا نبدل وجود معارض أو عدو إلى منافس، حيث أن الأخير هي بالفعل أداة نحو تغيير أفضل، إذا استخدمنا عقولنا بمهارة ومعرفة صحيحة، وفي الغالب بطريقة ودية.